فرقة سلار. نعم استاذ الكريم، يعني يتم الان استهداف الرقه بعد ان قام ابطال الجيش الحر بتحرير يعني ريف الرقه الشمالي تقريبا بالكامل، والان يعني الشريط الحدود المحاذي مع تركيا تحرر بالكامل وتحت قبض ابطال الجيش الحر. كما تعلم يعني المعبر تل ابيض اصبح الان تحت سيطره ابطال الجيش الحر وفي قبضته. النظام الان جن جنونه يحاول الان اعاده السيطره على معبر تل ابيض وعلى المناطق التي تم تحريرها، ولكن اليوم يعني مجزره مروعه راح ضحيتها اكثر من 90 شهيدا حتى هذه اللحظة وعشرات الجرحى بعد قيام طائرة ميج 23 بإلقاء برميل متفجر على محطة وقود يعني أثناء ازدحام الأهالي. كما يعني تم انتشال حتى هذه اللحظة يعني أكثر من 90 جثة، الغالبية متفحمة ومتقطعة الأوصال أستاذ الكريم. أما الجيش النظامي وكتائب الأسد تركت مواقعها في مدينة عين عيسى بعد عدة عمليات للجيش الحر، وأيضا هناك تفجير دبابتين في شمال الرقة البلد، وأيضا انتشار قناصة في محيط المراكز الأمنية في مدينة الرقة ومحاصرة المشفى الوطني والمكاتب الخاصة. كما قامت قوات النظام باقتحام المشفى الوطني وشهدت عدة عمليات طفية ميدانية وإعدام ميداني لمصابين المجزرة. وأيضا يعني أنباء تصلنا الآن عن استعداد طائرات ميج 23 وطائرات هليكوبتر من مطار الطاقة العسكري لتقوم بعدة عمليات قصف على المناطق المحررة. كما تم اعطاء الجيش الحر استطاعوا دخول مبنى الامن العسكري ومبنى الامن السياسي في تل ابيض، وهناك الان قتلى بعدد كبير في صفوف قوات الامن وقوات النظام. يعني حتى هذه اللحظه يعني الجيش الحر يحكم السيطره على تل ابيض، وهناك كتائب من الجيش الحر وقاده من الجيش الحر استطعنا التواصل معهم، اكدوا لنا بانهم الان يعني سيطروا بالكامل وبشكل كامل على مدينه الابيض. هذه العمليات كانت ردا على مجزرة عين عيسى. أنا بصورة سريعة أستاذ كريم عن وضع محافظة الحسكة والتي هي أيضا شهدت اشتباكات عنيفة في ريف الحسكة الجنوبي وبالضبط في مدينة الشدادة بين كتاب الأسد والجيش السوري الحر. أسفر عن مقتل عدد من أسفر عن مقتل عدد من قوات الأمن يعني في مدينة الشدادة. كما أيضا هناك شهيدا من أبطال الجيش الحر أمن الحسكة المدينة فحي غويران محصر بالكامل منذ اكثر من شهر. شكرا لك سلار. نعم سلار، انا اشكرك سلار الكردي مراسل شبكه شام من ريف الرقه، ونعتذر عن رداءة الصوت.